السلام عليكم متابعينا الكرام، سنترقي افضل تطبيق تربح بطاقات جوجل بلاي سنه 2020 عبر اللعب فقط. طبعا الشركه صديقه موثوقه وقمت بالسحب عبرها في قناتي من قبل. طبعا اعتذر مره اخرى لغيابي بسبب اعطال تقنيه ودراسيه، لكن اصدقائي اتمنى ان تشجعوني لكي اقدم لكم فيديوهات حصريه ويوميه في قناتنا. وان لم تكن مشترك بالقناه من قبل فندعوك للاشتراك بالقناه مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. والان نترككم مع الفاصل التالي. قم بالتوجه الى هذا التطبيق، من افضل تطبيقات لربح بطاقات جوجل بلاي، والتطبيق صادق وموثوق، وهي شركه تعاملت معها من قبل واثبتت السحب عبرها في القناه. طبعا مره اخرى اعتذر عن الغياب الذي طال مده 5 أشهر بسبب يعني عطل في الحاسوب واسباب دراسيه. مباشره اصدقائي نقوم بوضع هذا الكود في هذه الخانه لكي تظهر معك خانه السحب. اذا لم تضع الكود لن تظهر معك خانه السحب، وبالتالي لا يمكنك سحب الارباح الخاصه بك. لذا اصدقائي اتمنى ان تضعوا هذا الكود او يمكنك ان تضع كود اخر. نقوم بادخال هذا الكود وامامكم أصدقائي الكرام، إن الكود سهل جدا. طبعا هذا الكود سيمكنك من أن تفتح خانة السحب وبالتالي تقوم بسحب أرباحك صديقي العزيز. تنقر على أوكي هكذا، انظر معي، ثم تنقر على جو. كود أصدقائي ستظهر معك خانة السحب. هذه وجهة التطبيق، من أفضل تطبيقات لربح بطاقات جوجل بلاي وكذلك رصيد بيبال. كل ما عليك صديقي أول شيء أن تقوم بالنقر على تاب تسار هكذا، وهكذا هي طريقين. يعني تطبيق جميل جدا وسيعجبكم كثيرا. ستشاهدون أن أقل حد أدنى للسحب عبر بيبال هو 1 دولار. نعم صديقي، أنت بمجرد أن تقوم باللعب لبعض دقائق ستحصل يعني الأرباح عبر البيبال. يعني تطبيق مميز جدا ولن تجد مثيله، هو من التطبيقات الحصرية والجديدة. انظر معي أصدقائي، كل مرة يقوم بإضافة المال هنا هو أمامكم، تنقر على كليم أصدقائي العزاء. طبعا كان هذه يعني التطبيق مميز جدا. طبعا في كل مرة تقوم باللعب هكذا صديقي، انظروا معي طريقة اللعب جميلة جدا، وستشاهدون أنه سيعطيك رصيد بايبال يعني كل ما تقوم باللعب عبر هذه الطريقة. كذلك صديقي يمكنك أن تربح يعني الجوجل بلاي جيفت كارد، أنت حر هنا، لكن أهم شيء أنك يمكنك أن تربح المال عبر هذا التطبيق المميز، لأنه لن تجد يعني تطبيق مماثل لهذا التطبيق. انظر معي صديقي، تمت إضافة تلك البطاقة يعني البيبال، يعني طبعا سيعطيك رصيد بيبال سينضاف الحساب الخاص بك. يعني تطبيق جميل جدا ومن التطبيقات الحصرية الرائعة والمربحة. طبعا هنالك يعني عروض اخرى في التطبيق، كل مره يعني تصل الى ليفل معين تتحصل على الكثير والكثير من الارباح وبالتالي تزيد من الربح الخاص بك. طريقه الاشتغال الاساسيه كما قلت لكم هي عن طريق اللعب. انظر معي، يعني لعبه مميزه جدا، ستخصص بعض الوقت صديقي للعب عبر هذه اللعبه. كل مره تقوم بالمرور من ليفل معين الى ليفل اخر. انظر معي اصدقائي، فيكتوري يعني اكملنا الليفل بنجاح. انظر معي، اعطانا 0.21 سنت. كل ما عليك صديقي ان نقرا على هذا الفيديو، نشاهد الفيديو ثم أعود إليكم. طبعا بعد مشاهدة الفيديو أصدقائي ننقر على نو ثانكس كما تشاهدون أصدقائي، وننقر على جو. طبعا كما تشاهدون هنا يعطيك يعني هذه العروض، يعطيك يعني تقوم بالنقر وتتحصل على المال. انظر معي، طبعا عند إكمالك لهذه الثلاث يعني الخانات يمكنك أن تتحصل على 3 يعني فرص أخرى. كل ما عليك مشاهدة فيديو فقط يعني إعلان، وتقوم بالنقر 3 مرات أخرى وتحصل تلك الأرباح وذلك المال الذي ينضاف في حسابك صديقي. كل ما عليك النقر على جيت يعني وتتحصل على هذه الأرباح. انظر معي أصدقائي، طبعا ننقر على نو ثانكس إذا لم تريدوا أن تشاهدوا. وكما تشاهدون أصدقائي ها هو التطبيق أمامكم. طبعا يمكنك النقر على أبجريد هنا، هنا تقوم بالمرور من ليفل إلى ليفل آخر، لأنك كل مرة تقوم بالصعود تتحصل على كثير من الأرباح. يعني كل ليفل أكبر وأقوى من ليفل تتحصل على كثير من الأرباح. تنقر على أبجريد، انظر معي، تستعمل هذه الكونز التي تتحصل عليها مجانا بدون أن تقوم بفعل شيء، فقط تقوم بفتح التطبيق ويعطيك الكثير والكثير من الكونز. هذه الكونز تقوم بتطوير تلك يعني الآلة التي لديك وبالتالي تقوم بالربح الكثير. هناك مشاهدين أصدقائي، كل ما عليك فتح التطبيق ويعطيك الكونز، يقوم بتجميعها أوتوماتيكيا. تقوم بمشاهدة هذا الفيديو وتتحصل عليهم وينضافهم بشرط في حسابك. عندك مشاهدون أصدقائي هنا لاكي سبيس، هنا كذلك يعني عروض أخرى. كل ما عليك نقر صديقي على مشاهدة هذا الإعلان وتتحصل. نعم صديقي، أو يمكنك استعمال هذه المال التي لديك. انظر معي صديقي كيف سيقوم بعمل يعني تدوير. انظر معي، تحصلنا على 5.2. ننقر على كليم أصدقائي الأعزاء، وكما تشاهدون يعني تقوم باستعمال هذه الأرباح. انظر معي أصدقائي، يعني تطبيق جميل جدا، أتمنى أن يصل هذا الفيديو لأزيد من 500 لايك أو 2000 لايك لأنه يستحق ذلك. ننقر على كليم أصدقائي، نقوم باستعمال
الأرباح الخاصة بنا، انظر معي، يعني تطبيق جميل جدا وهو تطبيق حصري على قناتنا، فأتمنى أن تدعمونا، وأعتذر مرة أخرى عن الغياب الذي طال 5 أشهر. نعم أصدقائي، إذن كما شاهدون أصدقائي تنقر على كليم، طبعا كما قلت لكم هذه طريقة يعني ثانوية ولكنها مربحة، ستشاهدون يعني بالإثبات. إذن هنا إكسشينج أصدقائي، إذا عندما تصل الحد الأدنى يمكنك تحويل الأرباح الخاصة بك. انظر معي، إذا دخلنا إلى هذه الخانة يعني للبيبال، ستشاهدون يمكنك يعني تحويل هذه الأرباح الخاصة بك. طبعا إذا دخلنا إلى ريديم، خانة الريديم هنا، انظر معي أسفل أصدقائي، هي خانة الريديم على اليمين، هي أمامكم نقر عليها. انظر معي يعني هنا يعني الكاش، يعني بمجرد حصولك على يعني بعض الدولارات ويطلب منك بعض المهام، طبعا يعني يقول لك تقوم بفتح 3 أيام، أنا يعني لأول مرة أقوم بالفتح. ثم هنا لاكي سبيس أوبن، يعني تقوم بفتح تطبيق 45 يعني مرة، تقوم بالخروج والدخول، ثم تصل إلى ليفل 40، تقوم بسحب $1، هو حد الأدنى للسحب. بالنسبة لبطاقات جوجل بلاي جيفت كارد كما تشاهدون هي أمامكم أصدقائي، كثيرة جدا هنا. طبعا الطريقة الأساسية كما قلت لكم الدخول إلى خانة اللعب هنا، وتقوم باللعب عبر هذا التطبيق المميز، وها هو أمامكم كما شرحته سلفا لكم أصدقائي. كل ما عليك دائما أن تقوم باللعب هكذا وتحصل المال. نعم صديقي، إن ستجد مثل هذه التطبيقات المميزة، أتمنى أن تدعمونا بلايك أصدقائي تقديرا لمجهودنا. إذا كما تشاهدون أصدقائي هنا يمكنك النقر على إكسشينج هنا عندما تصل الحد الأدنى لل طبعا لل جوجل بلاي، لأنكم معظمكم يريد الجوجل بلاي، تنقر عليها صديقي العزيز هكذا، هي تقوم بالنقر عليها وتقوم بعمل إكسشينج لها، وستتم إضافة البطاقة هنا في هذه الخانة، هنا كود بطاقة ستجده في هذه الخانة. كل ما عليك أن تصل يعني هذا الحد الأدنى، وكما قلت لكم يعني ستصله لأن ذلك سهل جدا، فقط باللعب تصل هذا الحد الأدنى للبطاقة الجوجل بلاي، وهو أمر سهل جدا. كذلك بالنسبة للبيبال كما تشاهدون هنا، إذا أردت السحب عبر بيبال تقوم بوضع الإيميل هنا، هذا هو، تقوم بإدخال إيميل في هذه الخانة، ثم تنقر على أوكي، ثم تعيد إدخال الإيميل الخاص بك وتنقر على جو صديقي، وسيتم إرسال بطاقة البيبال الخاصة بك. إذن هذا هو تطبيق أمامكم أصدقائي، أتمنى أن ينال إعجابكم، وأتمنى أن تبخل علينا بضغطة لايك في هذا الفيديو، ولنترككم في ذمة الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد من مدرسة الأرباح.